وبهذه المناسبة معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. إذا نرحب بك دكتورة في نشرة الأخبار. المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اتخذ من الديمقراطية نهجا للعمل الوطني على كافة المستويات. كيف تلتزم مملكة البحرين بهذا النهج وما هو انعكاسه على التطور والتقدم المنشود؟ أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير. طبعا مثل ما هو معروف من ركائز النهج الديمقراطي وجود مؤسسة برلمانية وحياة سياسية وصحافة مستقلة. لله الحمد سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هو الداعم الأول للمسيرة الديمقراطية من خلال حرص جلالته على استدامة وجود المؤسسة البرلمانية بحيث أن يتم تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة بإدارة قضائية كاملة كل 4 سنوات لانتخاب مجلس النواب بما يمثل إرادة شعب البحرين إلى جانب تعيين مجلس الشورى بأمر ملكي. بالنسبة أيضا للحياة السياسية قبل سنوات أقر مجلسي الشورى والنواب قانون لتنظيم عمل الجمعيات السياسية وللمواطن الحرية في الانضمام لهذه الجمعيات، وأيضا تحصل هذه الجمعيات على دعم من الدولة وفقا لعدد مرشحيها الفائزين في الانتخابات. أما بالنسبة للصحافة فالحمد لله طبعا واللي تعتبر يعني إحدى بصمات تطور المجتمعات. نعم. لدينا في البحرين صحافة وطنية وعريقة، وجلالة الملك الله يحفظه يوجه رسالة سنوية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأيضا الحكومة الموقرة خصصت يوم للصحافة البحرينية وجائزة باسم سمو رئيس مجلس الوزراء لتكريم الأعمال الصحفية المتميزة. كل ذلك ينعكس بشكل مباشر في تطور وعي المجتمع وسلوكه الوطني من خلال احترام القيم الديمقراطية، وأيضا نهوض مجلسي الشورى والنواب باختصاصاتهم التشريعية لتطوير المنظومة القانونية وإقرار قانون الميزانية العامة للدولة اللي يمول مشروعات الواردة في برنامج الحكومة واللي تكون على صلة مباشرة باحتياجات المواطنين ومطالبهم وحقوقهم. نعم دكتورة جهاد، ما هو الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية لتعزيز العمل الديمقراطي خصوصا إذا ما نظرنا لإسهاماتها المتنامية ضمن مسارات العمل الوطني في المملكة؟ دور السلطة التشريعية يأتي من خلال إقرار تشريعات تواكب المسيرة الديمقراطية في البحرين، سواء من خلال إقرار التعديلات الدستورية اللي عززت من صلاحيات المجلس التشريعي المنتخب، ومن خلال أيضا خفض سن الانتخاب إلى 20 سنة بموجب قانون صدر في 2006. مثل هذا التعديل المهم ساهم في توسيع مشاركة القطاع الشبابي في العملية الديمقراطية. اسمحي لي أبين بلغة الأرقام كيف ساهم مجلس الشورى في تعزيز العمل الديمقراطي. فمن خلال 29 جلسة عقدها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي اللي هو السادس، ناقش 33 تشريع من بينها 5 مراسيم بقوانين و16 مشروع بقانون و12 اقتراح بقانون، وكذلك وجه أعضاء المجلس 42 سؤال برلماني للوزراء في موضوعات تتعلق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة، فضلا عن مناقشة حسابين ختاميين للدولة. هذه الأرقام تؤكد أن العمل الديمقراطي للمجلسين يصب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نعم سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.